أقيمت معرض تحت شعار الحب والسلام بمدينة الخمس في مدينة لبدة الأثرية. طبعا هذا يعتبر لي ثاني معرض شارك فيه في مدينة الخمس. من أشغالي الشخصية طبعا عندي شوية موهبة في الفن، فحاولت أني أنا وأبنائي نستثمر في هالموضوع. السنة الماضية يعني بداية جائحة كورونا، فقلنا على الأقل كان عندنا وقت ضايع جدا، كنا لازم من الاستثمار في الخامات اللي موجودة حوالينا، فلقينا جذع النخلة هو أقرب لنا إحنا نكون فيه إنتاج يعني. فالحمد لله رب أكملنا علينا إن إحنا أصنعنا من هالشجرة الطيبة مجموعة من الأعمال الفنية نالت إحسان وإعجاب الزوار، وهذا مما دفعني اللي حنبذل المزيد من العطاء في هذا العمل الفني. يعني الجريد وجذوع النخلة نصنع منها في تحف فنية، مثلنا فيها الأقواس الرومانية وتحف كي تستعمل في داخل البيت، ونعي على تم الاستعداد لتقديم المشورة لأي حد خاصة من أبنائنا أن نديروا شيء يفيد بهم حتى يستفادوا به في المستقبل إن شاء الله.